أهلا بكم مشاهدين في برنامج ضيف التحرير، حيث تواصل المواهب والمغربية تفوقها وتألقها على المستوى الدولي، هذه المرة من خلال الرقم القياسي الذي حققه الطلبة المغاربة في مباراة ولوج المدرسة الفرنسية للمهندسين متعددة الاختصاصات في باريس. وهكذا نال 41 مغربيا من أصل 60 طالبا أجنبيا في الأقسام التحضيرية أو التحضيرية الإعدادية للمدارس الكبرى مفتاح النجاح لولوج واحدة من أعرق مؤسسة الهندسة في فرنسا المعروفة بجودة التدريس ومستواها المتفوق أكاديميكا. ويؤكد هذا النجاح جودة النظام التعليمي الوطني والتزام وجدية الشباب المغربي الذي يتفوق وطنيا ودوليا ويحقق إشعاع للمملكة في المجال الأكاديمي. إذن للحديث عن هذا الموضوع معنا مباشرة من طنجة السيد أمين سنوني رئيس المجموعة المغربية الشابة للشأن العام والاقتصاد. أهلا بكم سيدي. مرحبا أستاذة ومساء الخير مشاهدي الكرام. إذن سيدي تتعدد القراءات بشأن الرقم، يعني 41 مغربيا من أصل 60 طالبا أجنبيا، ما هي قراءتكم سيدي؟ أعتبر أن الرقم ديال 70% من الناجحين في مدرسة البوليتكنيك الفرنسية العريقة والتي هي معروفة بنظامها الانتقائي الجد دقيق هو رقم دال ويؤكد من جديد نفس بطبيعة الحال المعطى، هو الشباب المغربي شباب كفء بطبيعة الحال يتمكن من يعني بزوغ مواهبه وكذلك إمكاناته ومؤهلاته العلمية والتقنية في جميع المجالات وفي مختلف الجامعات ومراكز البحث على الصعيد الدولي. يعني أعتبر أن الرقم ليس بالجديد على اعتبار ان نفس يعني المباراة ومباريات اخرى لمدارس عليا للمهندسين انتقائية بشكل كبير بفرنسا وبدول اخرى في امريكا الشمالية تعرف دائما عمالة المغاربة بنسبة كبيرة كشباب مغاربة طلبة على الكوطة او العدد يعني المقاعد المخصصة للطلبة الاجانب، وبالتالي هذا يؤكد على ان الطاقات المغربية يعني تتوفر على امكانات علمية هائلة تمكنت داخل المغرب حالا تبدا مسارها الاكاديمي سواء يعني السلك الابتدائي الاعدادي الثانوي وكذلك الثانوي التاهيلي وجزء ربما من الجامعه قبل ان تدق ابواب يعني مدارس وجامعات كبيره ببريطانيا بالولايات المتحده الامريكيه بفرنسا وغيرها. وبالتالي فعندنا امكانات بطبيعه الحال عند هذا الشباب، هذا يجب ان نعطيهم الاهميه نعطيهم الاولويه، وربما المرجع الاساسي هو الخطاب الاخير ديال صاحب الجلاله خطاب العرش لاكد على انه هناك نبوغ وكلما توفرت الظروف واجتماع كلما أبان الشباب وأماطوا اللتام عن موابهم مؤهلاتهم فازوا بمسابقات جاءوا الأولين إلى آخره. يعني عندنا رأس مال بشري جاهز يجب أن نصف له، يجب أن نعطيه بطبيعة الحال الأولوية والأهمية والكلمة وأن ندمجه في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية كي يبرز مواهبه، فالإقصاء أو بعد الحيف إلى آخره يصيب الشباب ببعض الخيبة وبالتالي لا يتمكن من إثبات الذات بالوطن. بالتالي يجب أن تتوفر الظروف هنا كذلك لأن هؤلاء الشباب لديهم الشيء الكثير ما يعطونه وما يؤكدونه من أجل خدمة تنمية بلدهم. لكن سيدي ما يثير انتباهي هو أنه بعض الدول التي نافسها المغاربة قل البعض يعني تتوفر على مدارس كبرى، تتوفر على تعليم وطني يحتذى به على الصعيد العالمي، ما الذي يحدث الآن في المغرب؟ هناك روح وطنية كبيرة، ما الذي يحدث في المغرب سيدي؟ أظن على أنه المغرب يعني صحيح أن يعني المستوى الأكاديمي المغرب يعني في ترتيبه في الجامعات يعني مستوى الجامعات العليا في ترتيب مثلا شانغهاي ولا غيرها من الترتيبات التي تصدر يعني سنويا لم يعني يحظى دائما بالمراكز ربما الأولى على مستوى نظامه الأكاديمي، لكن هذا لا يمنع أن يعني هذا الشباب المغربي عنده يعني مؤهلات المؤهلات سواء بالفطرة أو اكتسبوها بنضالهم باكتسابهم لمعارف بانفتاحهم بطبيعة الحال على هناك أيضا روح
وطنية سيدي، روح تماماً. وطنية تماماً. يعني حاجة. نعم هناك نعم متفق معك، يعني هناك روح وطنية طبعا الحال، روح لانتماء لاحظناها خلال طبعا الحال المونديال والأحاسيس التي أشعلها ذاك الإنجاز للمنتخب الوطني، ولاحظنا أن هناك شباب يحبون الانتماء لوطنهم ويحاولون أن يمثلونه هناك، يعني في أي مكان من بقاع العالم بأحسن تمثيل، وهذا طبعا الحال مؤشر مهم، يعني كاين واحد يعني واحد روح الانتماء التي يحاول أن يعني يستعملها هؤلاء الشباب من أجل أنهم يواجهوا المختلف المراحل ربما الانتقائية في المباريات إلى آخره، باش يمثلوا يعني البلد ديالهم أحسن تمثيل ورفعوا الراية الوطنية، وتلقاهم دائما يعني ملفوفين يعني بالراية الوطنية ومفخورين بالانتماء، يعني هذا عامل يعني الروح الوطنية كذلك كان جد مهم في إذكاء هذاك روح الحماس وخليوا هذا الشباب المغربي يعطي الكثير، ولكن كذلك هذا ممزوج بأنه عندنا مؤهلات، عندنا طاقات بطبيعة الحال، يجب فقط أن يكون لها الفضاء اللي يعني يطلق لها العنان لتعبر عن ما تزخر به من إمكانات بطبيعة الحال على جميع الأصعدة، سواء كما ذكرت بالفطرة أو هناك طاقات التي هنا في المغرب، حتى وإن لم يكن ربما يعني الفضاء الأكاديمي كان متدبدب والمسار الأكاديمي، يعني هؤلاء الشباب تمكنوا أنهم يعني يستعملوا القوة ديال الشبكات العنكبوتية إلى آخره باش يديروا يعني ما يصلحوا عليه بالدراسة الموازية، يعني تحاولوا يعني يوسعوا المدارك والمعارف ديالهم بتجارب بزيارات ميدانية بتدريب ميدانية، واللي تخليهم بطبيعة الحال ينفتحوا على العلوم على الصعيد الدولي، وتخلي عندهم ذاك يعني ذاك المستوى اللي غادي يقدروا يعني يجابوا فيه يعني طلبة من جنسيات مختلفة وبمستوى أكاديمي اللي هو عالي، وكذلك أنهم يتفوقوا عليهم، ويعني حيت رقم 70% يعني عندنا كوطا 41 طالب يعني جا يعني في المرتبة الأولى بوليتكنيك، العام اللي فات كان ربما أقل شيئا ما، ولكن دائما كانوا المغاربة هم الطلبة الأجانب الأوائل الذين يحصدون المراكز أو العدد الأكبر من المقاعد المختصة للطلبة الأجانب في البوليتكنيك الإكس في باريس، يعني الرقم لا يتغير، وهذا يؤكد أن عندنا طبعا حمل الكفاءات كاين روح وطنية، وكذلك عندنا يعني مؤهلات، المؤهلات يجب فقط أن توفر لها الظروف والفضاء الملائم حتى بطبع الحال تتمكن من أن تبرز بالشكل الذي يجب أن تبرز به. ويمكن أيضا أن نرجع هذا الإنجاز إلى التغييرات الكبيرة التي شهدتها المنظومة التعليمية في المغرب، وكذلك يعني إلى مسألة الاستثمار في الرأسمال البشري والتي دعا إليها مرارا الملك محمد السادس. تماما، اعتبر على انه خطاب صاحب الجلاله وخطابات العرش ولا ثوره الملك والشعب في اكثر مناسبه، وكذلك افتتاح الدوره الخريفيه ديال البرلمان، كل الخطابات كانت دائما تخصص حيزا هاما للشباب، الخطاب الاخير ديال صاحب الجلاله خطاب العرش شينيوليوز اكد من جديد على انه اذا توفرت الجديه والظروف الملائمه الشباب المغربي يمكن طبعا الحال ان يعطي الاضافه لهذا البلد، ان يساهم وان يركب قطار طبعا الحال التنميه، والمثال الذي نسوقه بطبع الحال هو اول سياره مغربيه، يعني التصميم المغربي، التمويل المغربي 100%، كذلك اول سياره تعمل بالهيدروجين، الى ذلك وقس على ذلك انجاز مثلا المنتخب الوطني المغربي من شباب مغاربه ينتمون الى المغرب او بالمهجر الذين جاءوا ومثلوا يعني قاتلوا الى اخر طبعا الرمق من اجل ان يكونوا بين اربعه المنتخبات الابرز على الصعيد الدولي. ليجيبك على سؤالك استاذ اظن على انه اكيد ان المستوى يعني الاكاديمي الذي يعني الذي يحظى به الشباب المغاربه في وقتنا الحالي، يعني كاين هناك تحسن، كاين تحسن طبعا الحال ملحوظ، لانه الاهتمام بالجانب البشري لحلي صاحب الجلاله في خطاباته، كذلك جاء التقرير النموذج السماوي في ابريل 2021 اللي اكد على انه في المحور الثاني كرافعه تعزيز هذا الراس المال البشري وجعله الرقم الاساسي في معادله التنميه. نعم، وايضا الاستثمار في العنصر البشري. نعم البشري تماما، وبالتالي باش نستثمر في هذا العنصر البشري يجب ان تتضافر مجموعه من الظروف، هذه الظروف هي اننا تكون عندنا ولوج عادل وجيد لخدمات خدمات عمومية في المستوى، منها الصحة والتعليم وغيرها، وبالتالي هنا يعني نضع اليد على التعليم، فبالتالي قطاع التعليم الآن خضع مجموعة الإصلاحات، لكن مجموعة الإصلاحات ربما شفناش نتائج لي كبيرة خاصة فيما يصطلح عليه التعليم الأساسي، نتكلم على التعليم يعني الأولي الابتدائي الثانوي الإعدادي والثانوي، ولكن مع ذلك أنجت خريطة هي خريطة طريق سياجلية جديدة التي تبنتها الحكومة الحالية، والتي يعني هي في طور طبعا الحال بلورتها، نفس الشيء ينطبق على التعليم العالي والتعليم الجامعي الذي كذلك يخضع
اصلاح كبير. ولاحظنا الحكومه في اخر اجتماعات المجلس يعني الحكومي قد صدرت المجموعه من القوانين المتعلقه بتغيير بعض المسميات للمناهج المتعلقه بسلك الماستر، الاجازه، الدكتوراه، وكذلك جعلها منفتحه على اللغات، جعلها كذلك منفتحه على التكنولوجيا في اطار ما يصطلح عليه بالايبك ولا الايدوكاسيون تكنولوجي ايدوكاسيون. يعني تم فتح بطبيعه الحال مجموعه ديال الاوراش يعني في التعليم العالي التي هي في طور مرحله الاعداد. يعني ما عندناش مؤشرات داله حتى نكون نحكم على فاعليتها، لكن اكيد انها وضعت اليد على يعني ما هو نعتبره يعني مجموعه ديال المشاكل ولا مجموعه ديال المعيقات التي استنتجت كوابح لتطور التعليم في المغرب. لماذا منظومه التعليم يعني كانت دائما تفرز لنا نفس النتائج بالرغم من مختلف الاصلاحات التي شهدها المغرب في هذا القطاع وفي هذه المنظومه منذ بوزو فجر الاستقلال؟ ولكن الان تنظن على انه ما بقاش عندنا فرصه ربما اننا نديروا اصلاحات اخرى لا تعطي النتائج. واظن انه يعني النسق اللي مشات فيه الاصلاحات لا على مستوى التعليم الاساسي ولا المستوى الجامعي لا تعطي الثمار ديالها بطبيعه الحال، تعطي فضاء اكثر ملائمه بطبيعه الحال. علاش؟ لان عندنا كما نقولوا المواهب والامكانات كاينين. يعني فاش تعطيها الفضاء فين كتثقل اكيد غادي تعطي الاكثر. يعني الماده الاوليه الماده الخام موجوده، يجب بطبيعه الحال تصنيعها ان صح التعبير بشكل جيد حتى تتمكن بطبيعه الحال انها تمشي بطريقه اللي هي جيده. ولما لا انها تقع في المغرب، ان المغرب راه تستثمر اموال طائله من اجل بطبيعه الحال تعليم هاد الشباب على امتداد المراحل ديال التعليم ديالهم داخل المغرب، خاصه في التعليم العمومي. وبالتالي في بعض الاحيان ملي تمشي هاد الطاقات لبرا تضيع فيها المغرب، لانه المغرب حاجه فيها باش انه كذلك يمشوا معنا بمساهمه في المؤشرات الاقتصاديه الماكرو اقتصاديه الهامه كالنتيج الاجمالي الداخلي الخام وكذلك معدل التنميه وغيرها، اللي هي اكيد ان كل واحد موقعه بمساهمه بسيطه يمكن لهم انهم يعني يساهموا في الظهار وتقدم البلد ديالهم. نعم، والدليل على تحسن أو المستوى التعليمي في المغرب هو أن مجموعة من المعاهد والجامعات المغربية تستقطب العديد من الطلبة الأفارقة والعرب. نحن في المغرب لدينا تعليم يعني متميز، لكن المشكل أن المغرب لا يقارن نفسه بدول المنطقة بدول المجاورة، لكن يقارن نفسه دائما بدول المتقدمة. سيدي، باعتباركم متتبعا للشأن الشبابي خصوصا في مجال الاقتصاد، برأيكم ما هي المجالات التي يبدع فيها اليوم الشاب والمغربي والتي تستقطب أيضا تثير اهتمامه؟ نعم، اعتقد انه يعني المجالات التي تستقطب يعني اهتمام الشباب بشكل كبير هي طبعاً الحال تتمشي مع تواكب العصر الحالي. اهمها هي الانفتاح يعني بدرجه اولى على التكنولوجيات الحديثه، لانها التكنولوجيات الحديثه اعتبرها افقيه، بما انه جميع القطاعات يمكن ان توظفها داخل سلاسل انتاجها، يعني ليست حكرا على الصناعه ولا على الفلاحه ولا على التجاره والخدمات. يعني جميع القطاعات الاقتصاديه يمكن ان توظف طبعاً الحال الشركات والمقاولات والادارات العموميه والشبه العمومية بإمكانها أنها تستعمل التكنولوجيا الحديثة، سواء في معالجة البيانات، سواء في يعني التنبؤ بالمستقبل من خلال يعني معالجة المعطيات الآنية وغيرها. بالتالي أعتبر أن أول يعني مجال يهتم به الشباب في يومنا هذا، وكذلك تعتبر فيه الشيء الكثير، لأننا غادي نتكلموا على رقم دال أنه 600 خريجين مدارس المهندسين المغاربة ماشي بالضرورة في المعلوميات تلتحقوا بالشركات وبمدارس يعني فرنسية. يعني كل سنة ما يناهز تقريبا أربعة، يعني هذا حسب تصريحات الوزير السابق للتعليم العالي سعيد أمزازي في الحكومه السابقه، انه 600 يعني ما يوازي الخريجين ديال اربعه ديال المدارس ولا المعاهد العليا ديال تكوين المهندسين ديال الاستقطاب المحدود. وهذا تاكد طبعا الحال على انه هذه الكفاءات المغربيه انفتحت على التكنولوجيا، ويعني تقبلت الشركات طبعا الحال عالميه في دول مختلفه من بقاع العالم، خاصه اوروبا وامريكا الشماليه. وهذا يعني اول ميدان، كذلك كاين ميدان اخر خاصه ديال البحث العلمي، وعندنا اسماء كثيره لان اصبحت مقامات يعني في البحث العلمي، سواء في مجال مثلا الفضاء عندما نتكلم عن السي كمال الودغيري اللي كان وراء بطبيعه الحال انزال عدد من الساتيليت يعني في الكوكب ديال المريخ، وكذلك عدد اخر ديال الباحثين في المركز ديال البحث العلمي والتقني داخل فرنسا كذلك، اللي تمكنوا انهم يعني يقودوا مجموعه ديال الابحاث في مختلف المجالات. يعني البحث العلمي لان عندنا التنميه والبحث العلمي ريسيرش ديفلوبمون، كذلك مجال اللي تبدعوا فيه الشباب المغربي خاصه كما ذكرت ما يصطلح عليه بوكالات الفضاء، المراكز البحث العلمي والتقني في مختلف
بقاع العالم وبأسماء كما ذكرت بصمت على مسارات مهمة هناك، وكذلك ببعض المرات براءات اختراع. نتكلموا على رشيد يزامي، على منصف سلاوي وغيرها، يعني شي شباب ولكن بدأوا يعني مساراتهم هنا، ولكن يعني تمكنوا على أنهم يحصلوا على براءات اختراع كثيرة يعني بالجمع بصيغة الجمع على امتداد يعني مسارهم اللي كانوا شباب، وكذلك ملي يعني انهوا المسارات ديالهم الأكاديمية والبحثية في مختلف بقاع العالم، وكانوا وراء يعني كما ذكرت مثلا تتكلموا في المجال الطبي، كذلك تتكلموا ناس تلاف مغربي يعني من الأطباء اللي كاينين في فرنسا هما مغاربة، وبالتالي كذلك مجال طبي وكذلك مجال في تستقطب اهتمام الشباب المغربي، وتيقدروا أنهم يتبعوا في مختلف تخصصات مساراتهم الأكاديمية، وكذلك يقدروا أنهم يبصموا على حضور ممتاز في مستشفيات عمومية وكذلك الخصوصيات مختلف دول العالم، خاصة كما ذكرت هذا الرقم ديال 6000 اللي كاين في 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 فرنسا. يعني أظن على أنه يعني تقريبا كل مجالات تهتم ولكن تستعتب الاهتمام عفوا، ولكن يعني هناك طبعا حال انجذاب أكثر لما هو آني، لما هو طبعا حال راهني، نظرا طبعا حال لأنه تواكب العصر خاصة التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها في مختلف المجالات، وكذلك الشق اللي ذكرته ديال البحث العلمي وديال المجالات المتعلقة بالتخصصات تقريبا ديال الطب كاملة اللي تهتم بها الشباب ويقدروا أنهم يعني يبدعوا فيها سواء داخل المغرب ولا حتى ملي كملوا المسارات ديالهم سواء الأكاديمية ولا المهنية خارج المغرب. ذكرت نقطة مهمة قبل قليل سيدي عن البحث العلمي، كيف تقيمون استثمار المغرب في مجال البحث العلمي؟ هل أنتم راضون وكيف يمكننا أن نستثمر فيه بشكل جيد حتى نشجع ونحفز هؤلاء الشباب على الإبداع والابتكار؟ نعم، اعتبر على انه يعني الاستثمار في مجال البحث العلمي ما عمر ما كان يعني من في ذيل يعني اولويات يعني الوزارات الوصيه، وزاره التعليم والبحث التعليم العالي والبحث العلمي، ما عمر ما كانت يعني في ذيل الترتيب، لكن بالموازاه عندما تكون هناك النيه والرغبه بطبيعه الحال في ان نطور قطاع البحث العلمي يجب ان توصد له امكاناته. هنا لا اتكلم يعني الامكانات الماديه حصرا، لاكيد انها ضعيفه يعني خصها تزاد، لكن بالموازاه مع ذلك خصنا امكانات اخرى، فيها امكانات لوجستيكيه، امكانات يعني داخل اطار البنيات التحتيه، يعني نتكلموا على الاستركتشر يعني الهيئات المتخصصه يعني في البحث لانها قليله في المغرب، وحتى الامكانات يعني اللوجستيكيه المرصوده لها ربما لا تساعد يعني الشباب على انهم يشوفوا البحث العلمي بطريقه اللي هي ممتازه. يعني بالنسبه لي ما هو يعني في رايي الشخصي يعني ما حققه البحث العلمي في المغرب ليس بالشيء الكبير، بالموازاه مع ذلك ما يمكن ان يعني يعطينا الاقلاع في البحث العلمي في يعني في المستقبل هو الاهتمام بالجانبين. يعني كاين عندنا عامل راس المال البشري موجود، خاصنا يعني فضاءات ديال البحث اللي تكون مؤهله بهذه العباره وعندها البنيه التحتيه وعندها امكانيات ماديه مهمه تجعلها يعني قادره على انها ترفع تحديات لانها تنافس باش مثلا تخرج يعني بنتائج ربما لم تكن. يعني نتكلم عن البحث العلمي في خاصيه مهمه وهي انه دائما تنبحثوا على الجديد، يعني الاخر ما يمكن ان يعني نستخلصه في مجال معين في اشكاليه معينه، ما تنتكلموش على اعاده الاسطوانات التي يعني عرفناها في البحث العلمي، لا كاين بحث علمي وكاين بحث علمي، كاين البحث العلمي الذي يردد ربما ما نعرفه وكل بحث علمي التي يعطي نتائج لأول مرة تصدر والتي يمكن تشكل قاعدة لخبراء وباحثين آخرين حتى يصلون إلى استنتاجات أخرى وهكذا دواليك، وتحل إشكالات يعني إشكالات المجتمع في مختلف مسارات ومناحي الحياة. بالتالي المغرب تحاول المجهودات بطبيعة الحال، مثلا نتكلم خلال مثلا الجائحة أن الوزارة الوصية كانت خصات واحد المسابقة يعني في إطار الجائحة مثلا ديال كوفيد، لأن كانت مواكبة من أجل طبيعة الحال صبر أغوار يعني هذا الفيروس إلى آخره، وكانت مجموعة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني كان ركز طبعا الحال على هاد المسابقه طبعا الحال، وكانت نعم. يعني توجد واحد العدد ديال البحوث، يعني هاد المبادرات، وكذلك كاين ميزانيه اللي هي مازال ما تطرقاش لما تروحوا اليه الشباب، ولكن خاصنا كما ذكرت انه تزاد الميزانيه وتعطى الامكانات باش يمكن لنا البحث العلمي يولي قوي داخل المغرب. وحاجه نعم، وانتم تحدثتم ايضا نعم. عن اول سياره محليه الصنع واول نموذج نعم. لسياره تعمل بالهيدروجين. انتم تهتمون بالاقتصاد، كيف يمكننا أن نصنع الكثير من السيارات وليست فقط سيارة واحدة في مغرب اليوم، المغرب الطموح للرائد في مجموعة من المجالات، ما الذي ينقصنا سيدي؟ انا اعتبر انه ما ينقص حتى ما تكونش عندنا غير نماذج هي معزوله، وان نعم. يكون لدينا عدد كثير من المصنعين والمبتكرين ومن الخبراء والباحثين، هو يعني ما تكونش عندنا مبادرات اللي هي هكذا يعني انفراديه، تكون عندنا سياسه عموميه موجهه نحو الشباب نعم. صاحب الجلاله ولا ينقصنا شيء، لدينا الكثير من نعم. المؤهلات نعم
نعم كذلك اولا ان الشباب طبعا الحال حسب المندوبيه الساميه للتخطيط ملي يطرحوا السنه تروح السن ديالهم عفوا ما بين 15 و34 سنه يناهز ما يفوق 35% من الساكنه ديال المغرب. هذا راس مال بشري جد مهم خاصو تعطى الامكانات، لكن حسب تقييمات المندوبيه الساميه للتخطيط ف 4.5 هم خارج دائره التكوين والشغل وغيرها. يعني هذه المعطيات تاكد على انه هذا الشباب عنده مؤهلات، ولكن خاصو تعطاه واحد الفضاء اللي غادي يكون من خلال سياسه عموميه موجهه من خلال ادماج هؤلاء الشباب في صنع السياسات الموجهه اليهم، ما يكونوش في منأى عنها وان يعني تفرض عليهم او تكون مبادرات هكذا يعني تبزغ من فتره الى اخرى وبعد ذلك تضمحل ويبقى تبقى هذه المبادرات معزوله. يعني باش يمكن هذه الوتيره ترتفع تنظن انها خاصها تكون سياسه يعني موجهه عموميه للشباب، يتم اشراك الشباب فيها باش انهم يصنعوا فيها القرار ويحدوا المسارات وكذلك المعالم ديالها الكبيره من جهه، تكون كذلك فيها نوع من العداله المجاليه لان عندنا شباب نعم عندنا مجال شباب في مختلف المجال في مختلف عفوا بقاع ولا اسقاع المملكه اللي ربما ما عندهمش المؤهلات ولا الامكانات تنتكلم يعني على الوسائل ربما العمل ما تيساعدهمش نعم. ما كاينش كسؤال اللي غادي يقدروا نعم كسؤال نعم. اخير سيدي هذه الانجازات نعم. برمتها انجازات كثيره في الحقيقه، كيف او الى اي حد ساهمت كل هذه الانجازات في تعزيز صورة المغرب على المستوى العالمي؟ اعتبر ان كل الانجازات اكيد اعطت بوئات المغرب طبعا الحال مكانه مهمه ورائده في العالم، الدليل انه مختلف الانجازات اللي تنقدروا نحقوها سواء تعلق الامر بكره القدم بالصناعه بالابتكار بالبحث العلمي تتكلم عليها مختلف وسائل الاعلام العالميه. تنتكلموا على كما الاسماء اللي كنت ذكرت تالفا في معرض الحديث ديالي على واحد السؤال ديالكم اللي هو كمال ودريغي ولا منصف سلاوي ولا غيرهم، هذو اسماء يعني ترددت كثيرا في 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 شاشات القنوات العالميه وكذلك الصحافه المكتوبه وغيرها في مختلف وأرقام وزارة السياحة أكبر دليل على ذلك. تماما ارقام وزاره السياحه وكذلك هاد النماذج طبعا حتى تقدم كنماذج يعني تستلهم منها الشباب الحالي يعني كما يعني كنتكلموا يعني نماذج نجاح التي يتم وضعها امام هؤلاء الشباب حتى يحاكيها ويستلهم منها بطبيعه الحال مختلف لا. القيم التي تجعلهم يتقدمون، بالتالي المغرب يعطي صوره لماعه بخلال هذه الابتكارات من خلال بطبيعه الحال الانجازات سواء كما ذكرت الكرويه البحثيه الابتكاريه والاختراعيه وغيرها لا. ويقدر يوظفها ودفع طبعا الحال في اطار يعني دائما تعيش بالمملكه والامكانيات التي تعرفها وكذلك بانه يجذب استثمارات خارجيه يمكن انها تعطي فضاءات يعني اكبر لهؤلاء الشباب. نعم سيدي ونحن فخورون بالانتماء الى هذا الوطن العزيز. السيد امين سنوني رئيس المجموعه المغربيه الشابه للشان العام والاقتصاد، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. نهايه فقره ضيفي التحرير، مشاهدينا في امان.